طيب سر الانفعال شديد قوي 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 من المستشار مرتضى منصور، هل لانه حاسس ان هو عمل كل حاجه ووفر المناخ الجيد للفريق وللجهاز الفني وحاسس ان كان في تقصير شويه امبارح؟ لا يعني بص، هو الواحد ما مش انا مش عايز اقول في تقصير من حد. ليه؟ لان دي زي ما قلت لحضرتك احنا في بدايه موسم والفرقه دي جديده وكلها من انديه مختلفه. فبالعكس انا كنت شايف فرقه الزمالك امبارح فرقه الاهلي بيحاول يعني يخلص الماتش ويلعب ضربات جزاء. فطبعا انا مش بقلل الاهلي بس يعني الزمالك كان فرقه شديد يعني تقيله. فكنا كلنا زعلانين بما فيهم الجهاز الفني. لكن الحمد لله اليوم عدى والجهاز الفني تفهم زعلان. انا عايز بقى الجهاز الفني اكيد تفهم بعد اجتماعه بالمستشار مرتضى منصور تحديدا امبارح، ايه تفاصيل القعده؟ يعني ايه اللي حصل في القعده؟ هل حصل عتاب ولوم من الجهاز الفني للمستشار مرتضى؟ هل المستشار مرتضى عاتبهم على الاداء؟ يعني ايه اللي حصل يا احمد في القعده؟ لا احنا كان العتاب على النتيجه. لان احنا كنا امبارح بنتصرف بصفتنا مشجعين كلنا، يعني يمكن لو حضرتك شفت الكاميرا، لو الكاميرا في الماتش كانت جايبه مجلس الاداره واقف ساعه ضربات الجزاء زي بالظبط اللعيبه ما هي واقفه في الملعب، كلنا واقفين جنب بعض وبندعي. زي ما قلت لحضرتك لان الماتش يعني زمان كانوا كتير قوي ما يغلطش الاهلي وده شيء مش طبيعي، يعني ده فعلا شيء مش طبيعي. حتى امبارح انت كسبان اثنين بتدخل ضربتين جزاء والاهلي بيضيع ضربتين جزاء ومع ذلك برضه بتكسب. ففي عدم توفيق مش طبيعي. لا يعني الواحد مش عارف يعمل ايه تاني عشان الزمالك يكسب. لكن اعتقد ان الجهاز الفني واللعيبه عندهم القدره ان هم يطلعوا من الـ من الـ من عدم التوفيق اللي ماسك الزمالك بقاله 8 سنين ده، ونبتدي ان شاء الله ان احنا ننطلق. احنا مش بالنسبه لنا القصه مش بطوله، مش ان انت تاخد بطوله. يعني بطوله امبارح كانت بمثابه فتح باب بطولات فتح باب انتصارات. الواحد تأثر امبارح بس عشان كده. الجلسه كانت جلسه عاديه جدا، الكابتن حسام حسن والجهاز الفني كله كان موجود، وهم يعني اعتذروا للاستاذ مرتضى على النتيجه وبلغوه ان هم زعلانين بالتاكيد زينا بالظبط. لكن بصراحه يعني انا شايف ان الجلسه دي هونت علينا كتير وهونت على الجهاز، يعني من كتر زعل مجلس الاداره والجهاز الفني. فاعتقد قعدتنا مع بعض امبارح يعني هدت الطرفين عن الهزيمه دي، لان بصراحه كلنا كنا مصدومين في الهزيمه وكان الفني اولنا طبعا.